لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد. النقطة الأولى اللي حبيت نتحدث فيها، قلت بأن الجزائر فيها تحديات داخلية وخارجية. أكبر التحدي أن الدولة الآن عندها رئيس غائب. آخر معلومة نشرتها رئاسة الجمهورية كان يوم 30/11، اليوم راهي 11/12، وغدوة مرور عام على انتخابات الرئيس عبد المجيد تبون. مر سنة، ما الذي تحقق في هذه السنة؟ ما هي الإنجازات التي تحققت؟ ما زلنا نتعارك وما زال الجزائريون يتعاركون في شبكات التواصل الاجتماعي، يخونوا في بعض ويسبوا في بعض، لكن على مستوى الدولة ما الذي تحقق؟ الرئيس غائب، مريض، نقلوه في حالة غيبوبة، والادعايات اللي نشرتها رئاسة الجمهورية كلها الريح في الشبك. الرئيس مريض وما زال مريض، وشوف ما زال مريض، هذه مسلم بها. لو كان فيه قدرة على الظهور لا أظهر، لأنه عليهم ضغط كبير وخاصة في هذه المرحلة. تخيلوا رئاسة الجمهورية وصل بها الحال، صفحتها على الفيسبوك وصل لها الحال أنها ما لقت ما تخدم. رجعت البارح اليوم عاودة بارتاجات واحد المقطع فيها كلمة الرئيس اللي تحدث فيها عن المهرولين، عن المهرولين نحو التطبيق. يعني خلاص رئاسة الجمهورية لا مستشارين يعملون ولا إدارات تعمل، رجعت لي فقط بارتاجي لي. أروح لك ولا كما الصفحات نتاع الناس العاديين كل يوم تظهر له الحاجة اللي نشرها العام اللي فات يعاود بارتاجي. يعني وصل حال في هذه المرحلة، راهي مرحلة صعبة، قلنا فيها تحديات داخلية. الوضع الاجتماعي يا جماعة سيء، الفقر راهو بلغ درجات خطيرة، البطالة، كورونا ضربت الاقتصاد الجزائري. ما تقولوا بأن الوضع على ما يرماها ما عندناش وما يخصناش وملك الشعارات هذيك نتاع القهاوي، ما عندكش كون غدوة ما تلقاش باش تخلص البورتابل نتاعك، لابونمون نتاع البورتابل نتاعك درك تهب الأصل لأن الإنترنت ما عندكش، ظل تجري من قهوة القهوة كيفاش تكون. خلونا شوية نكون شوي واقعيين، ما هلكتنا إلا اللا واقعية، ما هلكتنا إلا العنطريات. الشخصية الجزائرية صارت معروفة بالعنطريات، نحن أحفاد وأبناء مجاهدين خرجنا من ثورة أذهلت العالم، ومما جعل الشخصية الجزائرية دائما فيها العنطريات. لا، في أمور الاستراتيجيات ومستقبل البلد العنطريات خليها للعوام، خليت عنطر العامي على صفحته حر، لكن الدولة يجب أن تفكر بعمق. وين وصلنا؟ قلنا أن الرئيس غائب، ما زال مريض، ما كانش عليه حتى أخبار، قالوا لوترونت اكتوبر، قالوا راح يجي لا نوفمبر، قالوا راح يعود في الايام القادمه. الان راهو ما ظهرش. جات بعض المعلومات وراح نقولها ولكن لا اجزم بها، قالوا هذه واحد الثلاث مصادر ولكن هناك مش مضبوطه بالضبط، ولكن اقولها قد تظهر صحيحه او قد يظهر من يؤكدها لنا، انه الرئيس رجع وراه في إقامة من إقامات الدولة وما حبيش يتحدثوا عليه حتى يتعافى ويظهر. هذه معلومة وصل، أنا من لا أؤكدها ولا أنفيها على فكرة. فيه معلومة أخرى أنه ما زال موجود في ألمانيا وما زال في وضع فيه تحسن ليس على ما يرام، ولكن المحنة اللي مر عليها هلكته. وأنا عندي صديق أصيب بكورونا ولما رجع تعافى إلى حد ما كلمته، صور هذه عبارة عن غول حقيقي، قال يا الإنسان كأنه في البرزخ، يعيش الخلايا نتاعه يحس فيهم أنهم ناشفين، السيروم ما يمشيش في الدم نتاعه، تغذية نتاعه صارت الأكل ما عنده حاسة ذوق ولا حاسة شم. وصور هالي واحد التصوير رغم أنه هذا الشخص مثلا لم تكن لديه أمراض مزمنة. كيف حال الرئيس؟ إذن حسب المعلومات التي أملكها، وأنا لست جهة رسمية يا جماعة، بعض الناس يقول تعطيني في معلومات، أنا من نهار اللي بدأت الموضوع هذا والناس تقول غدوة يروح، أنا لم أقول لكم يوما أن الرئيس عاد، قلت لكم يوما أنه خرج من الغيبوبة، وبعد خرج رو بدا حتى كلام، وبعد قلت لكم أنه رجعوا له أجهزة التنفس ولكن مش دائما،
المعلومات الآن قلت لكم هذه وصلت من ثلاث مصادر لا أؤكدها ولا أنفيها، وأيضا أنه هناك من يقول أنه ما زال في ألمانيا في مركز لإعادة التأهيل التنفسي والتأهيل العضلي، لأن العضلات نتاعو جفوا، راهو قال جلد على العظام ما قدروا ما يقدروش يظهروه، لذلك راهم يستنوا حتى يتعافى ويعود له يعود له وضعه، هو يشوفوا كيفاش راح يكون. هذا ما عندي المعلومات. قضية بعض الإشاعات أنه توفي الإشاعات اللي تحدث أنه كاين بعض يتحدث توفي، ما أنا من خلال ما أعرف أنه ما كانش منها، والله أعلم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.